لو سمحت انا ليا فلوس عند ناس كل شويه بيبعتوا لي، انا مش متواجدين معايا هنا، بيبعتوا لي انا اروح اصرفها كده من فودافون كاش. طيب مثلا دي 1000، بعت لي 1000 زائد 10 جنيه تمام؟ نعم دلوقتي يا رب انا كرمني جبت المكنه دي في المحل بشتري بامينه يعني. ها؟ دلوقتي انا جبت المكنه دي عندي انا في المحل وبشتري بامينه، فهم بيبعتوا لي بقى القسط بتاع اللي هو ال 1000 زائد 10 جنيه عموله. طيب فانا دلوقتي باخد ال 1000 اصرفه وال 1000 10 واخد ال 1000 اسد القسط بتاعي. ما فيش مشكلة، والأفضل ترك العشرة، ما جاتش على عشرة يعني. يجوز مع الأفضلية ترك العشرة. السلام عليكم.